قصه الفار بيخدم الريال دي بجد بتعجبني والله، بتحسسني ان انا مظلوم وان انا لولا القهر التحكيم ده كان زماني واخد الدوري، وما كنتش خايف ابدا من الماتشات اللي باقيه لي، ولا خايف من التعادل مع بلباو، ولا خايف من التعادل مع اتلتيكو، او كمان الخساره من اتلتيكو، ولا كمان مقلق من ماتش سيلتا فيجو الجاي، ولا مقلق من كل الماتشات اللي باقيه لي. انا هركز في حاجه بسيطه، الحكام بتخدم ريال مدريد. طب تيجي نتكلم بقى بقوانين كره القدم. قانون كره القدم، الكره بتاعت المانيا النزاي دي اوف سايد، لان في لاعب من ريال سوسيداد حاجب مجال الرؤيه على حارس المرمى، ده معناه ان هو تدخل في اللعبه وده معناه ان هو اوف سايد. طب جون كريم بنزيما؟ لا، جون كريم بنزيما هو سند على كتفه وانت شفتها 100,000 مره. طب ضربه الجزاء مش ضربه جزاء؟ لا، هي ضربه جزاء على فكره، وضربه جزاء لان الراجل في كوع جاي في ظهر فينيسيوس، فهي ضربه جزاء. بص انا عارف ان انت عايز تلبس فشل الموسم على اي حد، بس لبسه بعيد عن الحكام لان الموضوع بره الحكام. عايز تعد بالنقاط هتلاقي من اول الدوري زي ما في حكام بتخدمك في حكام بتخدمه، الوضع على هم جرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك صديقي المدريدستا، وصلت الاخيره لمقدمه الجدول وقبل 8 مباريات من النهايه، وانت ماتشاتك اسهل، مش تخسر حاجه بقى لو عملت لايك لاخوك او سبسكرايب في القناه. يا سلام بقى، انت كده هتكون عملت معايا الواجب. بص يا صديقي، مبدئيا انا كمشجع برشلونه وانت كمشجع ريال مدريد، احنا الاثنين عارفين ان السنه دي سنه سيئه جدا بالنسبه للفريقين، بس احنا الاثنين عايزين نغطي نفسنا ببطوله زي الدوري كده، بحيث ان احنا يا دوبك نبقى خدنا بطوله دوري ابطال اوروبا دي على الله يا عم الحاج، لينا بنحاول فيها. اما اداء وفنيات والكلام ده جوه الملعب، فاحنا الاثنين منتظرين اي نفحه تحصل. نفحه تحصل مثلا زي كرة ثابتة يطلع سيرجيو راموس العرب دماغه، او كرة ثابتة تلاقي ان في لعيب شطها وجت جون، او كرة متحركة زي اللي احنا بنعملها 7000 مرة ان احنا نلعب عرضيات من الشمال لمين ومنتظرين كريم بنزيما يرجع فيه ريحة رونالدو والحتة اللي احنا بنتكلم فيها في كل ماتش. يا جماعة كريستيانو رونالدو مشي من فترة طويلة، بس برضه الأداء هو هو، وبرضه تغيير الملعب بسرعة عالية جدا من ناحية اليمين ناحية الشمال عشان خاطر مارسيلو يرفع عرضية، لسه مستمرة من ساعة ما كريستيانو مشي وتفضل مستمرة لحد مش عارف هيحصل ايه. النهاردة بقى كان في حاجة جديدة، خمس ريليز كان اساسي اصلا. هي فكره ان خامس كان اساسي دي، هي دي حاجه جديده لوحدها. اما خامس كان اساسي علشان خاطر في الاربعه واحد اربعه واحد بتاعت زين الدين زيدان، يبقى خامس رودريجيز هو وفريدريكو فالفيردي فاتحين الطرف على بعض، ومفترض ان خامس يكون قايم بدور صناعه اللعب. هل خامس قام بدور صناعه اللعب؟ مش قوي يعني، هو كان سيء الشوط الاول والفرقه كلها كانت سيئه الشوط الاول علشان خاطر ريال سوسيداد كان عارف يقف صح، وريال سوسيداد اللي زين الدين زيدان كان مذاكره وعارف ان هو لما راجع مش عارف ياخد غير نقطه في الماتشين اللي لعبهم، فالفرقه عندها مشاكل بدنيه، فاحنا هنحضر لها كل اللعيبه الاقوياء على الدكه الشوط الثاني، بس ان احنا لو حصلت اي حاجه الشوط الاول هنطلع طلع الشوط الثاني بقى، يلا هازارد، يلا لوكا، يلا رودريجو، يلا رجاله نسخن عشان خاطر هنلعب. وده اللي حصل فعلا. اول ما الشوط الثاني ما بدا الراجل كان بيفكر ان انا هنعمل تغييرات وهنظبط الدنيا، لان اخيرا من كره فرديه بحته بيقدر فينيسيوس جونيور يقدر يحصل على ضربه جزاء، وهي ضربه جزاء لان الراجل فيه زقه في كتف فينيسيوس وبيقدر يترجمها سيرجيو راموس كده. نص المهمه خلص والدنيا بالنسبه له هتبقى زي الفل. فجاه من لا شيء كالعاده لقيت ان ريال مدريد بيلبس هدف، بس بعد كده بتبص حواليك لقيت الحكم لغاه عشان خاطر كان في لاعب ريال سوسيداد واقف وادمان يانوزاي بيشوط الكوره، فالراجل منع المجال للرؤيه لحارس المرمى اللي هو تيبو كورتوا، اللي هو كده كده ما كانش هيطولها حتى لو ما كانش فيه اي لاعب واقف، وده ما يمنعش ان الكوره اوف سايد. بعد كده كريم بنزيما بيجيب الهدف الثاني والمباراه بتتقتل اكلينيكيا، وبعد كده زين الدين زيدان بيكتشف ان انا يلا يا جماعه ننزل بقى، يلا يا عم اسانسيو نسخن نرجع للفورمه بقى، يلا يا عم لوكا ننزل الملعب، يلا يا عم رودريجو، اي حد هننزل الملعب. وبعد كده ريال مدريد بيلبس جون وكالعاده ريال مدريد بيطلع كسبان وبيوصل لمقدمه الجدول. الماتش سهل وبسيط كده، سهل وبسيط كده، الماتش ما فيهوش حاجات فنيه تتكلم فيها ولا حاجات تكتيكيه واو تتكلم فيها، بس الفكره فكره التحكيم، فكره ان في نوعا ما من جمهور برشلونه عايز يقول ان ريال مدريد وصل المركز الاول علشان خاطر التحكيم بيساند ريال مدريد. طب ما هو التحكيم برضه بيساند برشلونه في وقت طويل، هل برشلونه بيوصل لاماكن بعيده في المباريات كاداء وكنتيجه؟ لا، لان الفرقه سيئه. طب هل برشلونه ظلم في ماتش تشيبيليه علشان خاطر تيجي تتكلم على ان الحكام بيساعدوا ريال مدريد زي ما قال واحد من كباتن الفرقه زي جيرارد بيكي؟ اعتقد ان ده تصريح يعاقب عليه جيرارد بيكي، لان هو بعيدا عن ان انت بقالك سنتين مش في مستواك ومستواك نازل زي الزفت، غير كمان ان انت طلعت تشتكي ان التحكيم واقف مع ريال مدريد، وانت فاهم انك كده بتعمل ضغط على الخصم، لا انت بتعمل ضغط على جمهور مقتنع ان هو لو حصلت اي حاجه بكره من الحكم حتى لو كانت سهله وبسيطه هتقول لا هي فيها الحكم، الحكام فعلا واقفين مع ريال مدريد والحكام فعلا بيساندوا ريال مدريد. اللي هو انت شايف بعينيك ان كرة بنزيما لا هو جايبها بكتفه واتحسبت قبل كده لبرشلونه هدف، انت شفتها قبل كده الكوره جت في كتفه واتحسبت جون عادي يا معلم ما فيهاش حاجه. انت شفت برضه ضربه الجزاء فينيسيوس خد كتف كده يا معلم ضربه جزاء، اما الجون فهو هتسمعها دستوري وهتسمعها بكل قانون كره القدم، الراجل ده دخل في اللعبه لانه منع الرؤيه، فالكره كده يعني الحكم ما ظلمش، الحكم ما ظلمش، انت عمال ترمي كل الفشل اللي حصل معاك في اول الموسم على ان الحكام، غير انك ترميه على ان في مدرب سيء وان في قائد زي ميسي مقتنع ان هو بالجيل الحالي يقدر ياخد اللقب. العيب فيك مش العيب في الحكام، يعني العيب فيك انت اللي مقتنع بان الفار
فالنتينو لازم يظبطه وان فالنتينو لازم يظبط اي حاجه علشان خاطر الفرقه تكسب. لا انت كده مع نفسك بجد يعني، انت كده عديت ليفل احمد موسى اللي هو انت بتضحك على نفسك وانت عارف انك بتسوف لنفسك، وعارف كمان ان الفرقه تاني هتتعصر قدام اتلتيكو وبالباو، هتتعصر قدام اتلتيكو مدريد، واحتمال كمان تخسر اللقب بدري بدري. يعني انت بتشتغل نفسك وانت عارف انك بتشتغل نفسك، بس علشان خاطر انت قدامك الحل ده علشان خاطر تريح نفسك. يعني البني ادم بيحب يحس ان هو مظلوم، بيحب يحس كمان ان الكائنات اللي هو بيحبها مظلومه، ودي المشكله في طبيعه البشر. انت عايز تحس ان برشلونه اتظلم، حس ان برشلونه اتظلم، بس ما تنكرش ان ريال مدريد ممكن يكون يستحق اللقب. بس مع ذلك برضو الريال عنده شويه مشاكل كتير، والريال لو ما صلحش مشاكله هيواجه ازمات، زي مثلا لما راموس اتغير لقيت ان اسلوب اللعب هادي وبطء وبقى غريب. ليه؟ لان راموس واحد من الناس اللي بتدي قوة حماسية جوه الملعب، لأن راموس حماسي جدا، وراموس من الناس اللي بيبقى عندها قلب ان هو يكسب، عكس لعيبة تانية بتحس فيها بالبرود والرخامة جوه الملعب. فبص يا معلم، لو انت عايز ترمي كل فشل السنة دي في برشلونة على الحكام فلا يا معلم، كان غير قشطة، والحكام مش هيحلوا لك مشاكلك اللي في نص الملعب، ومش هيحلوا لك مشاكلك الدفاعية، ومش هيحلوا لك مشاكلك ما عندكش مدرب. قول مبروك لجمهور ريال مدريد، وقول مبروك لفريق ريال مدريد لو خد الدوري وحصل اي حاجه. دي كوره يا معلم، مش تخسر اي حاجه، ومنك مش تخسر اي حاجه. ممكن تعمل لايك او سبسكرايب، ما هوش عيب ولا حرام يعني.